السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد عايزين نتكلم فيه عن the last part of large intestine وهي الانال كانال. لما اجي اوصف مكان الانال كانال هرسم ده السكرم، اكيد هيكون قدام السكرم ايه؟ الريكتوم اللي احنا كنا عاملين نرسم فيه بقالنا ونشرح فيه بقالنا فترة. ادي الريكتوم، والريكتوم بينتهي على الانفيريو سيرفس بالانال كانال في النقطة دي كده، اللي احنا كنا بنسميها الانو ريكتال جونكشن، مع نهاية الريكتم عند الانو ريكتال جونكشن اللي احنا بنقول ان هي حوالي 1 inch below and in front the tip of coccyx، بيبدأ الانو ريكتال جونكشن تتكون من تحتها الانال كانال، منطقة صغيرة طولها حوالي تقريبا من 2.5 سنتي الى 4 سنتي، لكن على الرغم من كده لها structures كبير جدا ومهم جدا عن للكنترول بتاع الديفيكيشن. لما اجي ابص كده على الدايركشن بتاع الانال كانال، الجزء السفلي اللي تحت الصغير ده كده، الاقي الدايركشن بتاعه رايح فين؟ الاقي دايركتد داون وورد وباكورد. طيب المنطقه دي منطقه ايه؟ تعالى كده نشوف هو ايه اللي على السايد بتاع الوول بتاع البلفيس. ده الانر سيرفيس بتاع البلفيك وول اللي هو الانر سيرفيس بتاع الهبون، كنا بنسمي الجزء اللي فوق ده اليوم، واللي قدام ده بنسميه البيوبس. الاثنين دول انا مش عاوزهم، انا عايز الجزء اللي ورا ده كده اللي احنا كنا بنسميه الاسكيم. قالك ما في ما بين الريكتم وما بين الاسكيم اكيد في منطقه ديبريست فاصله ما بين الاثنين، بنسمي المنطقه دي ايه؟ اسكيو ريكتال فص ما بين الوول بتاع الاسكيم وما بين الريكتال. فقالك الانال كانال موجوده ما بين الاسكيو ريكتال فص على الناحيه الثانيه والاسكيو ريكتال فص على الناحيه دي. تعال نبص نشوفها بشكل اوضح في صوره. انا هبص للبلفس من تحت، هيظهر البلفس على الانفيريو سيرفيس بتاعه بالشكل ده كده. ده البيوبس، سيمفيس بيوبس قدام اهوت، وده التب بتاعت الكوكسكس، ودول ايه؟ دي الاسكيام وده البيوبس. بص كده ما بين الاسكيام وما بين الميد لاين في منطقة هنا اهي، منطقة هنا اهي، هو ده ايه؟ دي فتحة الانال كانال ودي فاجينا، فدي فتحة الفاجينا وقدامها فتحة اليوريثرا، يعني دي فتحة الانال كانال. قالك في منطقة ما بينها وما بين الاسكيام على الجانبين، بسمي المنطقة دي ايه؟ بسميها الاسكيوريكتال فوس. الترينجولار اريا دي ممكن بدل ما اسميها اسكيو ريكتال فصة سميها في المنطقة دي منطقة ترينجولار حوالين الانس، واسميها انال ترينجل. اوكي، يبقى بتنزل الانال كانال معدية خلال ايه؟ من خلال الانال ترينجل خلال الاسكيو ريكتال فصة. ليه الانال ترينجل دي المنطقة المثلثة اللي حواليها الانال كانال اللي انت شايفها كده، ده مثلث هنا اهو ومثلث هنا اهو، لكن الاسكيو ريكتال فصة دي بتمتد لفوق على جانبي الريكتم من تحت وتطلع لفوق على جانبي الريكتم. والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى شرح الاسكيوريكت الفصه بالتفصيل، هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل. طب بالنسبه للريليشنز، قال لك والله الريليشنز تختلف في ميل عن في ميل. انا ارسم لك رسومات صغيره انا رسمتها قبل كده، بص كده فوق اللاين هقول دي في ميل، تحت اللاين هقول ده شخص ميل. وقدام هنا اكيد السيمفيسيس بيوبس. عايز اشوف بقى ايه الاستراكشرز او الاورجنز اللي ممكن تكون موجوده ما بينهم. اولا اكيد انا معايا الريكتم في الحالتين، ادي الريكتم
لو في ميل هيكون في قدام الريكتم ايه؟ قال لك والله هتلاقي قدامه الفاجينا واليوترس، واكيد في قدام الاتنين في يوريناري بلادر. طيب في الميل مفيش غير اليوريناري بلادر واليوريثرا. انا الانال كانال موجوده في المنطقه دي كده، اوصف بقى الريليشنز بتاعتها. قال لك والله لو دي في ميل هتلاقي قدامها ايه؟ قدامها اللور بارت اوف فاجينا. طب لو ميل اليورين البلدر بتون خلصت، فما بلاقيش قدامها غير بارت من اليوريثرا، كنا احنا درسناه في شابتر اليورينري، كان اسمها الممبرينوس يوريثرا، جزء كده سمول بارت من اليوريثرا، بس في فراغ ما بينهم هنا وهنا صح؟ قال لك بيفصل ما بينها في الحالتين كوندنسيشن من الفايبروماسكولار تيشو. فايبروماسكولار تيشو كوندنسيشن بنطلق عليه اسم البيرينيال بادي، بيفصل ما بين الريكتم اللور بارت اوف ذا ريكتم اللي هي الكنال وكل الحاجات اللي موجوده قدامه. طيب ده انتيريورلي، ايه الريليشنز بتاعته على البوستيريور سيرفيس؟ قال لك كده بيمتد من التب بتاعت الكوكسكس الانال كنال ممبرين بهذا الشكل، او كوندنسيشن من الفاشيا، بنطلق على الكوندنسيشن بتاع الفاشيا ده كده او الممبرين ده ايه، خارج من التب بتاعت الكوكسكس ورايح للانال كنال، فبنسميه اينو كوكسيجيال بادي. يبقى قدامها بيرينيال بادي ووراها اينو كوكسيجيال بادي، وده يعتبر الانتيرو والبوستيرو ريليشن. فاضل اللاترال ريليشن، اكيد هقول لك الاسكيو ريكتال فصه ما بين الانال كنال والريكتم واللاترال وول اوف ذا اسكيو او الميديال وول بتاع الاسكيو. طيب ده كان بالنسبة للريليشنز، تعالى نتكلم بقى على الانترنال فيتشرز بتاعت الانال كانال. بص انا هعمل ايه؟ هاجي كده على الكانال، هاخد الجول لور بارت بس بتاعها بس بالشكل ده، وده الاكسترنال سكين اللي انا ماشي معاه. وده الاكسترنال سكين، وهقول ان ده اللور بارت بتاع الريكتم وبداية الانال كانال. تعالى بقى نشوف الانال كانال الانترنال سيرفيس بتاعها عامل ازاي. فقال لك اول حاجه لما اجي ابص كده على منتصف الكنال هلاقي ان الميكوزا بتاعت الكنال ثروين انتو فولدز، عامله فيرتيكال فولدز بالشكل ده كده في الميدل بارت اهو، فولد اتنين بنسمي الفيرتيكال فولدز دي ايه؟ قالك هنسميهم انال كولمز اوف مورجاجني اسم العالم. اوكي طيب الانال عددهم قد ايه؟ قالك حوالي تقريبا عددهم من 8 ل 10 كولمز، كل واحد منهم بيجي له برانش من السوبيريور ريكتال ارتري ده كده، سوبيريور ريكتال ارتري بيقوم يدي برانشات بالشكل ده كده. بهذا الشكل ينزل السبير ريكتال ارتري ويدي برانشاته بين الكولمز، كل كولم يديله برانش. ده ايه؟ ده السوبيريور ريكتال ارتري. في اللور بارت بتاع الانال كولمز بيتكون سيميليونر فولدز بهذا الشكل، بص كده سيميليونر فولدز دي هنسميها ايه؟ قال لك هنسميهم، خلينا نعمل اخر واحد عشان هنا كده، نسميهم الانال فالفز. فالفز دي لما تضيق تضيق الانس، توسع توسع الانس وتشد الميكوزا او تفرد الميكوزا. طيب على اللور اند بتاعت الانال فالفز قال لك يحصل مور لاكستي للميكوزا وتعمل مور ريسيشن بالشكل ده كده. ونسمي الجزء اللي تحت دي انال ريسس، انال
فيسس. هنطلق على الانال فالفز والانال ريسيسز الاثنين بيعملوا خط على السطح الداخلي بتاع الريكتم بنسميه الدنتيت او البيكتينيت لاين. دنتيت اور بيكتينيت لاين. هل ده بس اخر حاجه تظهر على الانترنال وول؟ قالك لا، تحته شويه بيكون عندي على الاوتر سيرفيس هنا كده، عضلة واخدة الأبر تو ثيرد بتاع الأنال كانال. العضلة دي بتعمل سفنكتريزيشن، بتقفل الأنال كانال، بنسميه الانترنال أنال سفنكتر. قلت لك إنها واخدة جزء من الول، مش الول كله، الأبر تو ثيرد غالبا. بعد ما الانترنال انر سفنكتر ده بينتهي، الميكوزا بتدخل، ما خلاص ما بقاش في حاجه ماسكاها من ورا، فتقوم الميكوزا تدخل لجوه شويه وتعمل لي انذر لاين في المنطقه دي كده. هنسميه ايه اللاين ده؟ هنسميه انتر سفنكتريك لاين. ليه انتر سفنكتريك؟ لان هو بين الانترنال انر سفنكتر، وهنعرف ان هو بين انذر بارت من الاكسترنال انر انال سفنكتر، وهنبقى نعرف ايه الانذر بارت ده في الرسمه الجايه. فاضل بس جزء واحد عايز اتكلم عنه، عايز اتكلم عن اللايننج ميوكوس ممبرين. الميوكوس ممبرين او اللايننج بتاع الانال كانال عامل ازاي؟ فوق الدنتيت لاين غير تحت الدنتيت لاين، واباف الانتر سفنكتر غير تحت الانتر سفنكتر. فوق الدنتيت لاين انا هبقى لايند زي بقيه الميوكس ممبرين بتاع الجي اي تي، لايند بكلها مينر ايبيثيليوم. طيب تحت الدنتيت لاين وفوق الانتر سفنكتر كلاين، انا عايز اتحول من كولامينر الى الابيثيليوم اللايننج للسكين حوالين الانال كانال. احنا عارفين السكين اللايننج للانال كانال بيكون ستراتيفايد سكويموس وفوقه لاير من الكيراتين. انا عايز اتحول المنطقه دي كده، فقال لك الميكوزا اللي كانت ثرون انتو فولدز هتبقى تتحول الى سموس لاير بنسميها البيكتين، والسموس لاير دي فيها نيوميروس نيرف اندينجز سوماتيك. بس برضه انت لسه ما قلتليش اللايننج ايبيثيليوم. قال لك اللايننج هنا بيتحول من كولامينر الى ستراتيفايد سكويموس بس لسه نون كيراتينايزد، لحد ما نوصل لللاين اللي تحت ده اللي اسمه الانتر سفنكتريك لاين. انا لسه ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. بعد ما اعدي الانتر سفنكتريك لاين بقى بتحول من النون كيراتينايزد الى الكيراتينايزد، ويبقى في معايا كمان هير فوليكل زي السكين. اوكي، يبقى انا فوق لحد البيكتينيل او دنتيت لاين انا كولامينر والميكوزا بتاعت ثرون انتو فولس، تحته بتحول الى سموث لاير وببقى فيها سوماتيك نيرفز. بس الفكره ان ما بين الدنتيت لاين وبين الانتر سفنكتريك جروف ده كده ببقى ستراتيفايد سكويموس بس نون كيراتينايزد، تحت وابقى كيراتينايزد ومعايا هير فوليكلز، وبسمي اللاين الانتر سفنكتريك لاين ده اللي هو بيفصل ما بين الكيراتينايزيشن وعدمه بنسميه الهيلتونز لاين. يعني لو اتسالت على الاسم ده هيلتونز لاين. طيب دلوقتي بقى عايز اتكلم عن المسلز اللي موجوده في الانال كانال واللي بتعمل سفنكتريزيشن وبتمنع مرور او بتتحكم في عمليه الديفيكيشن. فقال لك تعالى كده نبص نشوف شكل الانال كانال عامل ازاي. اولا انا هرسم الميكوزا بتاعت الانال كانال. اوكي، يعني تخيل معايا هرسمها بشكل دائري كده، دي الميكوزا بتاعت الانال كانال. قالك ده الوول، تخيل معايا ده الوول. قالك فيه في الوول سفنكتر داخلي بالشكل ده كده،
السفنكتر الداخلي ده بياخد الابر تو ثيرد من الوول بتاع الكنال وبنسميه الانترنال انال سفنكتر. تعالى نعمل قطاع ونشوفه بشكل اوضح. بص كده، ده كده الانترنال انال سفنكتر، عامل كده لول. circular muscles continuous مع circular muscles بتاعت اللير اللي فوقه اللي هي بتاعت الريكتم، وبقيت طبعا الجي اي تي بالشكل اللي انت شايفه ده كده، والوول عمله مقطوع بهذا الشكل. خدنا الابر تو ثيرد ولسه فاضل لي اللور ثيرد، ماشي؟ ده الابر 2 اوفر 3. بتكون الماسلز دي ثيكر لما الشخص بيكبر في العمر، فتلاقي صعب انها ترتخي، فيقول لك ان الاشخاص كبار السن الاولد ايج بيجي لهم كونستيبيشن، يعني صعوبه في عمليه الادفيكيشن. تعني ليه؟ لان الانترنال انال سفنكتر الانترنال ماسلز بقت ثيكر، فبقى في الاشخاص الكبار السن صعب عنهم ان هم يعملوا لها ريلاكسيشن، يعملوا ادفيكيشن. بينما بتكون بالعكس ثينر في اليونج ايج، لسه ما حصلهاش ديفلوبمنت ولسه المسلز ما بقتش قويه، فلسه ما تقدرش تعمل سفنكترايزيشن كويس، فتلاقي الطفل الصغير ممكن يعمل حمام على نفسه. بتكون ثيكر في الميلز عنها في الفيميلز بحكم قوه عضلات الميل عن الفيميل. الثيكنس بتاع المسل ده عامل ايه؟ لك والله الول ثيكنس بتاعها تقريبا حوالي 1.5 إلى 3.5 ملي، وهي كونتينيوس مع المسلز اللي فوقها بتاعه بقيه الجي اي تي. بيجي لها انرفيشن منين؟ لو انتوا خدتوا اوتونوميك نيرف سيستم اكيد سمعت الاسم ده كده، سمعت ان هي بيجي لها اوتونوميك انرفيشن عشان يتحكم في عمليه الديفيكيشن. الاوتونوميك انرفيشن سواء كان سمباثيك او بارا سمباثيك بيجي لها عن طريق نيرف اسمه الانفيريور هايبوجاستريك نيرف. الانفيريور هايبوجاستريك نيرف ده لو شايل بارا سمباثيك بيبقى خارج من الميدل 3 ساكرال بيسز S2 و3 و4، لو شايل سمباثيك بيكون خارج من اللوس سمباثيك سيجمنتس اللي هم L1 و L2 ال سوري ال 4 5، سوري اللي هم اللوست تو لمبر سيجمنتس. طب ده كان بالنسبه للانترنال انال سفنكتر. في عندي بقى سفنكتر تاني خارجي بتحكم به انا اراديا، اكيد انا مش هسيب الانال كانال اللي يتحكم بها السمباثيك. اول ما يتملي الريكتوم الانال كانال تفضي، لازم يبقى في عندي كنترول سوماتيك عليها، كنترول ارادي عليها. الكنترول الإرادي ده بيجي بالإكسترنال إنال سفنكتر. أنا هقول حاجة بس بسيطة، هو إيه اللي كان ورا الإنال كانال؟ موجود هنا كده، موجود هنا الساكرم والتب بتاعت الكوكسكس، وكان بيصل ما بين التب بتاعت الساكرم والكوكسكس وما بين الباك بتاع الإنال كانال الإينوكوكسجيال بادي، وقدامها هنا البرينيال بادي. فأنا هقول بص كده، بسم الله، دي التب بتاعت الكوكسكس وده البرينيال بادي. عايز اعمل شكل الانوكوكسجيال بادي فهعمله بالشكل ده كده، ده كده الانوكوكسجيال بادي. في ثلاث عضلات بيحوطوا الوول بتاع الانال كانال من السطح الخارجي. ادي اول عضله بهذا الشكل، ثيك ماسل لاير. بعدها بتيجي تاني لير من المسلز بهذا الشكل،
ثم الموصل لير رقم 3 بالشكل ده كده. الثلاثة بارتس دول بيطلق عليهم الاكسترنال اينال سفنكتر بأجزائه الثلاثة. ده السكين، فأقرب واحد للسكين بسميه السوبر فيشيال بارت، وبسمي سوري بسمي ده السبكوتينيوس بارت، سبكوتينيوس مع انه تحت السكين مباشرة، وبسمي اللي جوه ده الديب بارت، وبسمي اللي ما بين الاتنين سوبرفيشيال للديب وديب للسبكوتينيوس، السوبر فيشيال بارت. دول التلات اجزاء، تعال نوصف كل واحد منهم. اولا الديب بارت ثيك باند ملهاش بوني اتاشمنت على الابر بارت بتاع الاكسترنال انال سفنكتر. بيقول لك والاكسترنال انال سفنكتر بياخد قد ايه؟ قال لك بياخد اللور تو ثيرد من الوول هنا كده. قال ايه؟ في القطاع بشكل دايرة. ده الديب بارت. السوبرفيشال بارت بيطلع من التيب بتاع الكوكسكس والانوكوكسجيال بادي، ويروح يمسك في البرينيال بادي، وهو بيعدي على جانبي الريكتم او الانال كانال سوري، فيقوم عامل لها سفنكترايزيشن في اللور بارت بتاعها. هو معدي على الجانبين كده، لما تشد يقفلها ويظهر لي برضه بصوره دايره، ونقول ان ده السوبر فيشال بارت. اوكي، فاضل الثيرد بارت اللي هو السبكوتينيوس. سبكوتينيوس بارت بيحوط الانال اوريفيس بهذا الشكل. وبما انه تحت السكين مباشرة فبسميه سب كيوتينيوس. لما اجي ابص كده لللاين اللي موجود في النقطة دي والنقطة ديت، ده ما بين الانترنال انال سفنكتر اللي اختفى بعد نهاية الابر تو ثيرد، وما بين السبكوتينيوس بارت واكسترنال انال سفنكتر. هو ده اللاين اللي انا كنت بسميه الانتر سفنكتريك لاين، ما بين الانترنال والسوبر والسبكوتينيوس بارت اوف اكسترنال. النيرف سبلاي سوماتيك انرفيشن بتو نيرفز، الانفيريور ريكتال نيرف وبرانش تاني خارج من الفورث ساكرال نيرف رايح للبرينيوم لمنطقة اللور بارت اوف ذا بلفيس، فبنسميه البرينيال برانش. والاتنين دول سوماتيك برانشز او سوماتيك انرفيشن، يعني ان هما بيغذوها بتحكم ارادي مش تحكم لا ارادي زي الانترنال انال سفنكتر. طيب بالنسبة للليمفاتيك درينج، تخيل معايا كده ان ده اللور بورت بتاع الابدومن، وده طبعا اللور ليمب، هنا دي منطقه البلفس صح، الريكتم والانال كانال هيكونوا موجودين هنا، ده الريكتم واللور بورت بتاعه في الانال كانال. قال لك هنقسم الانال كانال انتو تو بورتس، الابر بارت منها هيطلع يصب جنب الريكتم، واللور بارت هيروح ناحيه ميديالي هيلاقي نفسه عند الانجواينال بارت. فالابر بارت هيروح يصب فين؟ قال لك هيروح يصب في البارا ريكتال ليمف نودز جنب الريكتم، بارا ريكتال، والبارا ريكتال ليمف نودز هتوديه على الانفيريور ميزنتريك ليمف نودز اللي هي ماشيه مع الانفيور ميزنتريك ارتري اللي كان في واحد من برانشات اللي هو السوبير ريكتال اللي كان بيروح للريكتال. هتلاحظ بص السوبير ريكتال برانشات بتوصل لحد الابر بورت اوف انال كانال كمان. طيب بالنسبه لللور بورت، قال لك ده هيروح للسوبرفيشيال انجواينال ليمف نودز. كده انا خلصت جزء الانال كانال، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.